مرحبا أصدقائي في فيديو جديد. تحاول كل دولة استغلال ما تملك من القدرات البشرية والمادية ليكون لديها أسلحة قوية تستطيع بها تحقيق أهدافها العسكرية، سواء أسلحة أرضية أو جوية. واليوم سنعرض لكم كيف وصل الجيش الأمريكي إلى طائرة انتحارية بدون طيار. لذا تابع الفيديو إلى النهاية ولا تنسى أن تكتب لنا في التعليقات رأيك في الفيديو وكذلك أن تشترك في القناة. مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة هل تعلم في كل مكان. تستعد الولايات المتحدة لإرسال طائرات مسيرة تسمى سويتش بلايد الانتحارية إلى أوكرانيا من أجل مساعدة الأخيرة في صد الهجوم الروسي، إذ وافق المسؤولون الأمريكيون على إرسال شحنة من طائرات شفرات أو سويتش بلايد القادرة على حمل صواريخ موجهة متطورة يمكن أن تستهدف بدقة الدبابات الروسية ومواقع المدفعية من على بعد أميال. تعد طائرات الشفرات أو سويتش بلايد في الأساس قنابل ذكية آلية مجهزة بكاميرات وأنظمة توجيه ومتفجرات، وهي طائرات مسيرة صغيرة وخفيفة يمكن إطلاقها من أنبوب، بحيث تكون قادرة على الطيران لفترات معينة والبقاء في الجو قبل الاصطدام بهدفها. ويبلغ طول نموذج سويتش بلايد 300 أقل من قدمين، وتزن نحو 5.5 رطل، ويمكن إطلاقها من أنبوب صفير أشبه بالهاون، ويمكنها أن تحلق لمدة 15 دقيقة، في حين أن النموذج 600 الأكبر فعال ضد الأهداف المدرعة ويمكن أن يحلق لأكثر من 40 دقيقة، لكن زينته تصل إلى أكثر من 50 رطلاً. وعند إطلاقها مثل قاذفة هاون يمكن للطائرة المسيرة سويتش بلايد البقاء في الهواء لما يقرب من 30 دقيقة، يمكن خلالها للمشغل تحريكها نحو هدفها حيث تتحطم وتنفجر مدمرة بنفسها الهدف مثل طائرات الكاماكازي اليابانية التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية. وأثبتت هذه المسيرات كفاءتها في القتال مع ميزة وجود موجة استشعار حاصلة على براءة اختراع، وتعتبر السلاح المثالي للاستخدام في حروب العصابات. وتوفر سويتش بلايد القابلة للحمل على الظهر والنشر بسرعة سواء من منصات جوية أو بحرية أو أرضية، زيادة في معدل استهداف الأعداء من خلال وجود إحداثيات نظام الموقع الجغرافي المتطور في الوقت الحقيقي، كما تعطي تسجيل فيديو من أجل استهداف دقيق ولتجنب الأضرار الجانبية. يمكن برمجتها لضرب الأهداف تلقائياً من على بعد أميال، كما يمكن توجيهها حول الأهداف حتى يحين وقت الضربة. وتقول الشركة المصنعة لها نورثروب رومان إن الطراز المخصص لتدمير الدبابات يمكنه الطيران لمدة 40 دقيقة وما يصل إلى 50 ميلاً. ويصف المسؤولون العسكريون هذه الطائرات المسيرة بالكاميكازي أي الانتحارية، لأنه يمكن التحليق بها في اتجاه الهدف حتى تصطدم به مباشرة قبل أن تنفجر بعدها، إذ كان مصطلح كاميكازي يستخدم لوصف التكتيك العسكري المستخدم بواسطة الطيارين اليابانيين في الحرب العالمية الثانية حين اعتادوا تعبئة الطائرات الصغيرة بالمتفجرات والتحليق بها مباشرة في اتجاه سفن الحلفاء الحربية. هناك نوعان من طائرات سويتش بلايد المسيرة، نسخة 300 ونسخة 600، وتستخدم نسخة 300 ضد الجنود، في حين تخصص نسخة 600 للاستخدام ضد الدبابات والمركبات المدرعة. ولم تتضح بعد نسخة الطائرات التي سيجري إرسالها من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، أو ما إذا كان سيجري إرسال طائرات من النسختين. تعتبر النسختان من الطائرات بدون طيار التي تبحث عن أهدافها باستخدام أجهزة الاستشعار وتقنية نظام التموضع العالمي GPS المحمولة على متنها، إذ قال ميك مولوري النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي: صممت هذه الطائرات من أجل قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وتعد من أنظمة الأسلحة التي يكون لها تأثير فوري على ساحة المعركة. تكمن سهولة استخدام هذه الطائرات المسيرة في أنها يمكن أن تحمل في حقيبة ظهر، ويمكن نشرها بواسطة الجنود الأفراد، ولا تحتاج إلى تدريبات طويلة أو معقدة، ويمكن تهيئة هذا النوع من السلاح خلال دقائق قليلة، حيث تطير بسرعة أكبر بكثير من طائرات برقدار التركية التي استخدمتها أوكرانيا بكثرة خلال حربها ضد روسيا. وتحولت طائرات برقدار المسيرة التركية في الحرب الأوكرانية إلى بطل شعبي بالنسبة للأوكرانيين في حرب العصابات الجوية التي يخوضها الجيش الأوكراني ضد الجيش الروسي المشهور بعنفوانه، حتى إن الأوكرانيين ألفوا لها أغنية. قبل الحرب الروسية على أوكرانيا تحدثت وسائل إعلام الروسية عن طائرات برقدار تركية الصنع التي تمتلكها كييف،
لن تكرر ما حدث في القوقاز، لأن جغرافيا أوكرانيا سهلية، لا يوجد بها جبال وعرة مثل إقليم ناغورني قاراباغ الأذربيجاني الذي كانت تحتله أرمينيا واستعادته أذربيجان بواسطة هذه الطائرات. حيث كانت المسيرات التركية الصنع تختبئ في هذه التضاريس من الصواريخ المضادة للطائرات الروسية الصنع حسب المواقع الروسية. ولكن بعد نحو شهر من المعارك في أوكرانيا، تبين أن طائرات بيرقدار TB2 واحدة من الأسلحة التي مكنت الجيش الأوكراني من الصمود أمام الجيش الروسي الأكبر والأقوى بشكل هائل. ويمنح الأسطول الأوكراني الصغير من طائرات بيرقدار أداة مرنة في مواجهة تفوق الدب الروسي الهائل، حيث يدمر بطاريات صواريخ أرجو وقوافل الوقود وأهدافا أخرى حيوية للجهود الحربية الروسية. تقول الصحف الأمريكية إن الطائرات المسيرة الانتحارية هي جزء من حزمة المساعدة العسكرية الأخيرة التي أعلن عنها البيت الأبيض لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، إذ شملت الحزمة 800 صاروخ ستينجر مضاد للطائرات و9000 سلاح مضاد للدبابات و100 طائرة مسيرة تكتيكية، إلى جانب أسلحة صغيرة مثل المدافع الرشاشة وقاذفات القنابل اليدوية. ويأتي آخر تخصيص للمساعدة العسكرية في أعقاب مناشدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للكونغرس بتقديم المزيد من المساعدة والدعم الأمريكيين. وقد شهدت الأسلحة الأمريكية مثل سلاح جافلين المضاد للدبابات استخداما واسع النطاق من جانب الأوكرانيين المدافعين عن بلادهم ضد الدبابات الروسية في أيام الهجوم الأولى. ويذكر أن الدعم الأمريكي والأوروبي لأوكرانيا قد ركز حتى الآن على إرسال المعدات والأسلحة الصغيرة إلى أوكرانيا بدلا من الأسلحة الهجومية الكبيرة مثل الدبابات والمقاتلات والمروحيات، لأن النوع الثاني يتطلب تدريبا أفضل ودعما لوجستيا أقوى من أجل تسليمه. بينما طلب زيلينسكي من الدول إرسال مقاتلات ميج إضافية إلى أوكرانيا، لكنه تراجع عن طلبه بعدها، وطلب كذلك بفرض منطقة حظر طيران، لكن جو بايدن عارض بشدة أي موقف قد يضع القوات الأمريكية في مواجهة مباشرة مع روسيا، ولهذا طلبت أوكرانيا أنظمة دفاع جوي متنقلة بدلاً من الدفاعات الإضافية لاستخدامها في الدفاع عن البلاد من الطائرات الروسية التي تحلق على ارتفاعات عالية مثل قاذفات القنابل. إذا كنت لا ترى إلا ما تثبته الحقائق ولا تسمع إلا كل ما يقال، فأنت في الحقيقة لا ترى ولا تسمع. بلا شك هناك الكثير من الأحداث والقصص التي يسكنها الغموض ولا يوجد لها تفسير، هي أشياء استثنائية بأسرارها وعجائبها وحوادثها. بعضها تم تفسيره، ورغم ذلك أصبحت بتفاصيلها المعقدة مدعاة للدهشة والإثارة المسكونة بالغرابة والحيرة معا. إنها لعبة غامضة، أسلاكها شائكة وأبعادها ضمن نطاق البحث والتحقق. قناة هل تعلم، حيث الغموض سر لم يفصح عنه لوقائع وأحداث وقصص مرعبة تفاصيلها متنوعة ومقيدة ضد مجهول. قم بالاشتراك الآن في قناة هل تعلم غموض، وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل غموض. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.